سعيد بن منصور، رئيس جمعية صدقة ورياضة. أنت كنت أقرب صديق للمرحوم، تحدث المستمعين عن الخصال ديال المرحوم بابا. ما كنتش أقرب صديق، ولكن في الواقع لما التحقت بفريق نجم الشباب في 71 أصبح من الناس اللي تنعتز بالمرافقة ديالهم، الصداقة ديالهم. ولكن قبل والمجد ديالو ديال المرحوم بابا كان قبل ما نعرف به، لما كان لاعب من العيار الثقيل، مستوى كبير، لاعب اللي تيشهدوا الناس اللي شافوه بانه كانت عنده واحد الكفاءه عالميه حقيقه. والدليل على ذلك هو انه كان من الناس الاولين اللي في الانتباه ديال العدد ديال الفرق الاجنبيه، خاصه فريق بوردو، والتحق بمدينة بوردو، غير أنه الرئيس آنذاك الرئيس الأسطوري ديال فريق نجم الشباب اللي هو الرئيس المؤسس ديال فريق نجم الشباب اللي هو الحاج الجلالي الفخري بن حمو، ما تصورش نهائيا وما قبلش أنه بابا يمشي يخرج على فريق نجم الشباب، ومشى التحق فريق نجم الشباب. وكانت واحد العملية ربما قصة إتشكوكية اللي جعلت أنه عاود ردوا لحضيرة الفريق. المرحوم بابا من الناس اللي بقدر ما هو المستوى ديالو كبير والكفاءة ديالو التقنية كبيرة، بقدر ما بقى دائما متواضع في التعامل ديالو. وأنا سنذكر وأنا في البداية ديالي فريق نجم الشباب كنا يعني نجي نتفرج في الفريق قبل ما نلتحق بالرئاسة، كنت محب تنجي نتفرج تنشوف واحد السيد جميل طويل القامة يعني في الجرياج، هو ماشي في المنصة في الجرياج يتفرج غير هكاك هذا. وتسولت على سيدي تنشوفه كل أسبوع تقريبا، ولا شيء، قيل لي بأن بابا واش بابا الفريق اللاعب الرمزي ديال نجم الشباب فعلا هذا. وقلت هذا السيد يعني ربما من النوادر ديال هو انه لاعب عطى كثير نجم الشباب، والاسم ديالو مرتبط بنجم الشباب. لما تكون نجم الشباب لا باش تقول بابا، تيجي تفرج يعني فقط يعني تقريبا في الخفاء، رحمه الله واسكنه فسيح جناته. انا لله وانا الى راجعون. حاج مجاهد، حاج مجاهد عطينا، المهم غتكون عندك شي معرفه على المرحوم بابا. الحاج المرحوم انا تفرجت فيه كلاعب، انا باقي ديك التعمور كنتفرج في كرة القدم وداك الشيء، كنتفرج في الميدان، تفرج في الراجا، تفرج في الاطوال، تفرج في الراك، وكنا كنشوفوا بابا داك الشيء اللي كيدير داك الميلو تيرا فانتات، ولا كان شي واحد قجر عليه بالضرب كيدير ليه فانت وكيضربو، يا اما كيوعدو اما كيدير ليه واحد الضربه سبيسيال كانت عنده واحد الضربه، ولكن عنده واحد الفان دو كور ماذا. وتفرج فيه في الفينال مع مصر 61، انا عندي تقريبا شي 13 مع المنتخب الوطني، مع المنتخب الوطني فيها بكار، فيها بطاش، فيها الزهار، فيها مولاي الحسن الله يرحمه، فيها كريمو، فيها واحد اللعابه كانوا قويين كانوا ممتازين. وتفرج في هذاك الماتش بالليل لعبوا فينال مع مصر، كانت مصر رابحه بجوج زيرو، بقاو حتى قاليزو داروا 3-2، جاهم داروا 2-2، جا واحد البيلانتي المصريين مارضاوش خرجوا بحالهم، جابوا كارش هاد البيلانتي في الشبكه خاويه، داو لي تيتر ديال العاب البحر المتوسط. الله يرحمه راه هذا، ولكن تفرج فيه كان لاعب كبير، كان مجهد معاه، هذا الانسان اللي ما حطمش، هذا الانسان وما جاش معاه، ما جاش على هذا اللاعب هذا اللي دوز، ما دوز حتى شي واحد. راه كنا غنمشيو لهذا هو المتوى ديالنا، الانسان يجي كيعطر غير بالجمال ديالو. راه الانسان راه مشى لفرنسا حتى هو، راه مشى يلعب بوردو، الناس جابوه بزاف، جابوه باش يلعب في ليطوال، كانوا الناس بكري الموسيقى ديالهم جابوه. حنا عارفين القصه كيفاش جا، القصه هيتشكوكية بحال البوليس. بحال البوليس. سبحان الله. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. الاخ الكريم اسم كامل. بونو عبد الدين. انت لاعب. الصديق ديالي. الصديق ديالي. معرفه قديمه معاه. الله يرحمه. الاخلاق ديالو كيفاش كان؟ الاخلاق الله يرحمه بهذا الله. لا لا ضحوا كيف كل شيء لا لا يلا
تنتمناو ليه المغفره وفضل الله يرحمه فضلنا. شكرا. عندك معرفه بالمرحوم بابا؟ معرفه قويه. تحدثنا في المرحوم. بس نقول لك انا عرفته في ليمه الاخره ديالته، اطيب الناس والله العظيم. باش نقول لك هذاك الشيء اللي كنت نعرف عليه ديالي. راجل باش نقول لك، راجل يعني راجل نكته بعدا تعاودوا عليه. راه فيما تلقى مع الله يرحمه بابا، اول حاجه هو يضحك معاك بالنكته. سبحان الله، ديما ضحك، ديما نشط. الله يرحمه في هذا النهار، الله يوسع عليه. لا اله الا الله، الله يصبر وليداته. ضعنا في هذا الراجل، الله يرحمه. هذه الدنيا، هذه الدنيا. بارك الله في الجسد ديالك. سي حماده، تحدثنا عن المرحوم. انت كنتي دربك المرحوم، تحدثنا على الاخ الخصال ديالو. اي المرحوم بابا من اطيب خلق الله، عرفته كلاعب. حكوا لي عليه الناس، هضروا عليه بانه كان اليغون في اللعب ديالو، لعب مع جينيراسيون ديال 61 اللي لعبت احسن منتخبات اللي صنفوها الخبراء بانها احسن منتخب داز في تاريخ الكره المغربيه. لانه المنتخب ديال 61 اللي كان غيمشي لكاس العالم 62، لعبوا فيه عمالقه ديال كره القدم المغربيه بحال الطاش، بحال الرياحي، بحال الاقصبي، بحال تيفاري، بحال ابراهيم قاطوم. يعني كانوا والصدفه ديالهم ما مشاوش كاس العالم، طاحوا مع اسبانيا. واسبانيا ديك الساعه راه خينطو في هذه ستيفانو، يعني ريال مدريد في. وبالنسبه للمباراه ترينا بيا في مصر في المغرب مده ديال 15 سنه. كان نعم الرجل، نعم كيشوف كويري كويري ماشي كويري، ورجل نكته، وتعلم منه الخير بزاف. وخا مسكين ما تنصفش، الناس ما هضروش عليه، ما لقاش عنايه. كان غيخرج من الدار ديالو، كان غيكون فيها الافراغ. يعني ما لقاش واحد. والله يرحمه مسكين، وسع عليه بعض النهار. من اطيب خلق الله، الله يرحمه ويسع عليه. نعم نعم نعم. جاكا يا ربي يا ربي. السي عبد الحق عزاؤنا واحد، شي كلمه في حق المرحوم بابا. انا اش غادي نقول لك؟ الصحه ماشي المغرب فقد واحد جوهره اللي كانت. بابا كان لاعب كبير، كان انساني، كان يعني من المؤسسين ديال الفريق الوطني، لان داك الشيء اللي عطاه للكره لا حول ولا قوه الا بالله. كنظن بان الاسره الكرويه ضاعت في واحد القد، واحد البورتفانيو ديال الكره الوطنيه. يعني عطى في الفريق الوطني، عطى في نجم الشباب، يعني مضروب ولعب مع الفريق الوطني ورفض الترانسفير لفرنسا على قبل بلاده. كنظن بان بابا مثال ديال الوطني، ديال المقاوم في الرياضه، ديال يعني الجوده في الكوره. الله يرحمه ويسع عليه. ثم اصدقاء ديالو الله يرحمه برحمه الله، الله يرحمه برحمه الله. الخصال ديالو كيفاش؟ الله يرحمه برحمه الله وحفظنا للمسلمين. اللهم امين. الله يرحمه برحمه الله. شي كلمه، انت راه عندك معرفه كبيره بالله يرحمه. الله يرحمه. شفنا شي حاجه قليله الله كنا كنتذكروا مع الاخوان، شي مقابلات حضرنا ليه فنان، ولكن الناس القدام تيعاودوا عليه كان موهبه. اللي ما الكره ما عطاتهاش داك الشيء اللي خصو ياخذ هو، يعني فنان كبير. رغم داك العطب اللي كان عنده في الركبه ديالو، داك الشيء كان فنان. كل شيء تيهضر عليه، كاع اللعابه الكبار تيهضروا عليه. هذا لعاب كان رقيق بمعنى الكلمه، رقيق وكل شيء، فنان فنان. وحتى رجل نكته، رجل نكته ومرح، مرح بزاف. الله يرحمه. انا لله وانا اليه راجعون. كيعاودوا لنا بان كان لاعب ممتاز، كان من طينة اللاعبين الكبار اللي خلى بصمات ديالو. وكان الا قالوا لي طوا تيقولوا بابا والحرشاوي، يعني كما كانوا ثنائي في كل فريق، كان بابا والحرشاوي كانوا هما اللي طوا. وكانوا في واحد المسيره اللي هي ممتازه، بالاضافه على انه كان محترف وعاود دخيل وهذا. ولكن كل ما سمعنا عليه كل ما عرفنا فيه هو انه رجل طيب،
ذو اخلاق عاليه وكان كويري بمعنى الكلمه، هداف هداف الى بغيت تقول بهذا المصطلح كان هداف. اذا هادو من الاتصال اللي كانوا فيه مزيانين، انه هو كان انسان ممتاز والله عمره دار الله يرحمه الله يرحمه فاطمه الله يرحمه. سي حسن انت عشرتي المرحوم عن قرب، ماشي وكان عشرتو كنا عائله وحده يعني مده طويله، وكرهت على بعضي. والحجه اللي كانت عندي انا هو انني كنت كنجمعهم كلهم عندي في المدينه ديال نيم. قالوا نيم سبحان الله، دابا نيم صافي شي عدو بيا شي دابا نيم وراس رجعوا اسمها الاول فرنسا ياك انت. نعم نعم، هذا العام رجعت نيم، هذا العام رجعت نيم. لا كنا كنجمعوا مع بعضياتنا، كان لاعب انيق، كان لاعب انيق. نعم يعني كنا كنجلسوا مده طويله مع بعضياتنا، ملي كنمشيو ومن بعد كل واحد كيمشي. انتو شاركتوا معاه في 61 في كورتو مزيانه، ما كان شي خجوله، كان مخلص، كان تيساعد حتى لي جون. واحد الوقت انا بديت نلعب معاه في لي ترافايست، ساعدنا في لاساندي في الرباط، وتنجي نلعبو مع ديال، كان ديما ما يبغي لا صداع، ما يبغي ديما لا ترونكيليتي، ويساعد لي جون، يساهم، يعطي نصائح ونعم. الله يولي برحمه الله. سي حسن حسبي كان رجل نكته تيعاودوا عليه. انا عشت معاه يعني، عشنا معاه كمحترفين. نعم. ملي كنجمعوا حنا كمحترفين كنا اولا كل واحد له تاريخ. تاريخ. وكل كنا ديك التاريخ كنجمعوا عائليا، كنوليو كنساو كل شيء، وكنوليو عائليه بولادنا بكل شيء. وانا الدليل اللي كان عندي الحجه متبوته زياده عن الصداقه والمحبه والرياضه وكل شيء، كان عندي على كل شهرين ثلاث شهور كنجمعوا عندي انا في نيم، يعني الشهاده غتعطى نيم، هذيك الفريق الاولاني ديالي هو اللي يعطي الشهاده. نعم. لانه كنا كنجمعوا مع بعضياتنا، وشكون اللي كان كيجمعنا؟ كانت واحد ديك الساعات تكسو اللي هي كتولي المدام ديالي ومربيه. نعم. هذيك كتكفى ملي كتكفى ديك الكسكسو صافي، راه هي المغرب. ما كانش شي، ما كنمشاوش للمغرب ولا المغاربه ديالنا. تبارك الله عليك. اي والله يرحمه. كيفاش كتشوف غياب الشباب؟ الشباب في الجنازه ديال الهرم ديال زعما اللاعبين الشباب. نعم. المهم راه السي حسن قصبي ديما تنشوفوا ديالكم جميع الجنائز تنشوفوا صراحه، هذه شهاده جميع الجنائز. ما حدش العنصريه، الحاجه الوحيده اللي كان ماشي كنتاسف، لان كنتمناها بان باش يرجع كل شيء تاخذ التاريخ يعدو بنفسه كيحكم علينا، وانه زعما الرياضه هي تطلب منك بانه تكون دائما واجد مع الرياضيين غير المحبين اللي كيحبونا وكيتبعوا هذا الشيء، لانه ولا السيليكسيون اللي كتكون كيخص كما كنا كنعملوا حنا. كان ديك الساعه ما جا كنفكر على الخميري رحمه الله وعبد الله يرحمه، وكان معنا هذا من غير لا فورماسيون هذاك الشكل، هذا غير على اللي كانوا كيجيو يتجمعوا عندنا، منهم ديدي منهم خميري، اليوم كانوا كبار منا وديك الشيء العام سالم، وكانوا كيجيو كنجمعوا في لوتي السويس. عندي عندي حنا دابا مثال موجودين كنلعبوا، وما عاودت موجودين الافكار، وكنعملوا ديك المحبه هذه اللي كنتمناها. ولكن هذه تفقدات دابا كيفاش كتشوفها؟ هذه ما كنشوفهاش انا، هذه علاش كنتكلم انا عليها؟ لانه ملي علاش كنقول هذه خصها ترجع للوجود، ما بقاتش مساله انت جيتي من هنا ومن هنا، حتى حنا في ذاك الوقت كل واحد ملي كان كيجي، راه كاين اللي هو كان في المكسيك بحال هذا عبد الرزاق الورقه ياك السي حسن الورقه، كان في المكسيك ما كانش كيمنع ملي كنستغدو عبد الرحمن كان في باري. يعني هذا التضامن مع بعضياتنا هو اللي كان كيجعل الروح انساني رياضي وطني بالنسبه اللعبه، هذه اللي كنتمناها. اما دابا الان ما كنعرفوش بعضياتنا، ماشي القدماء لا، كمنتخب وطني كان كيخصو منتجين مع قدماء اللاعبين اللي لهم التاريخ، كنتعاونوا مع ماشي لان اللي حرك شي رجل وصافي انتهى الامر، لا هذه اللي كنتمناها. لا
الا كان تكلم هكذا اللي عنده اللي عنده في راسه هو اللي سينا زيد انت كحكم تكلمنا شويه على بابا واش عاشرتي وقلنا الخصال لا انا ما لعبتش ما لعبتيش ولكن تفرجت نعم كان كويري معنى الكلمه والناس اللي كانت صحه تيلعبوا جوج ماتشات ثلاثه في الاسبوع ما كان الاحتراف لا والو ديك الساعه ما كان الاحتراف لا والو تيلعبوا في 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 الدرب في الدرب التاجي كان واحد التيران التيران الاحمر ومن بعد تيلعب في البلديه ومن بعد في الاطوال ثلاث مباريات في اسبوع واحد ودابا كملوا لنا غير مباراه ما كاينش سبيل الله تفضل سي نجيب الله سي المساوي انت عاشرتي اللاعب اخ ديالك مساوي حيت قالوا يا مساوي صحاب كاش انت هذا هو باه ترينا بك سي المساوي انت غتكلمنا على اسمح لنا كان الحقيقه نعم من احسن اللعابه داكشي معطيه ماشي واخا كاين تريني كيف تبغي ما يمكنش تدوب بحال شي اورديناتور اللي كيكون شي بلاصه فين دوز اروعي ما يكون تعرف الاجانب اللي كنخدم معاهم مسيو باتو كان عزيز عليه لانه في استقامه الامل في العمل الله يحفظه ملي دوزنا معاه في ماتشات داكشي اللي تصور لا في الخارج على الدربيده ولا في الدربيده ولا في اسبانيا اروعي دائما كتبرك معاه تموت كان رجل نكته سامح الله يحفظه العربي يقول شي كلمه في حق المرحوم المرحوم الله يرحمه السعيد كان واحد لاعب اكسبسيونيل شي لاعب ممتاز القلب والكره والعسليه وكل شيء كيتزاد وذاك الوقت اللي يحتاج فيه كل شيء بوجو تساعد شي الله ولكن اللي كيبقى من احسن لاعب دازو على الوطن الله يرحمه السعيد شي ما خلوش كنعيو بابا ماشي بابا يا بابا بابا شي حاجه كبيره شكرا كنت يدير اليوم حالة فاش مشى ميلا زلوك واحد الماتش قلت لي راه تخاصم قلت لي راه كنخيف من سعيد الله يرحمه سي سعيد شي كلمة في حق المرحوم بابا الو السلام عليكم خسر جينا عزاك واحد الله يحفظك والكلمة اللي غنقول في حق بابا راه ما كاينش شي كلمة غير الكلمة اللي قالوا فينا ولكن إلا بغيتي الأخلاق والأداب والرجل الطيب هو هذا الرجل الله يرحمه بغيتي الكويري ديال بصح اللي بصح نيت الوقت اللي كان المغرب محتاج باسم المغرب يتبان بانت بكرة القدم هذا واحد من الناس اللي بين الاسم ديالي بابا الله يرحمه راه دار الحق ولكن مع كل اساف اللي تنتاسف له هو انه ما كاين حتى واحد من السلطه وهذا وطني اللي مات السلام عليكم شكرا السلام عليكم تي عمر كي داير شي كلمه في حق المرحوم بابا الله يرحمه سيتي انا الله يرحمه كنا حنا غير وقت تنتسناو وقتاش الجده ثم تفرجتوا فيه صديق العمر انا ولد التازي خمس سنين لا اله الا الله لا اله الا الله الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه هو كان تيدري بلي بكتافو كان انيق كان لاعب انيق كان محمد عبد الله ديال الكره محمد عبد الله وكان تا رجل نكته تعاودوا عليه كلشي كلشي كان ترينور ديالي في نجم الشباب في 67 68 مسكين الله يرحمه الله جبران قلنا الاسم كريم باش الناس يعرفوا عبد الطيف النمس النمسا عبد الطيف النمس الملقب النمس لاعب ديال لاعب قديم قديم ديال ليطوال قديم من الكادي هو خالد في ليطوال نعم وسميتو كان على ليطوال ان شاء الله شي معاه كان اونترينور ديال بكل معنى الكلمه رفقيه وعربيه كان كان الانسان اللي كي نهار دخلني قال لي غتلعب ديال اللعب ديال اللي كتلعب مع ولاد دربكم ولا دربكم ولا دربكم زعما ماشي خلق نطلق للتيران خصوصا يا راس موسى
بريمير ماتش عندي كان سيدي قاسم وكان مورايا فوتي والناس المقيل والناس الزونترينور اللي كيبغيو الخير كل واحد ودار الخير جميع اللعابه ديال الضاربين وخدم واحد العدد ديال اللعابه في كل الماروك ولا خمسة ايام كان ترينا بكريدي ديما كريدي الماروك الوقت اللي شاريها وأسطورة ديال المغرب ماشي ديال دابا الى باش شفنا ديال محمد عبد الوهاب ديال الكره محمد عبد الوهاب هو عبد الرحمن بن منجو واللي خاص اسمح لي واللي خاص نكته نعم اسيس واللي خد النمر 10 المغرب لعب مع السعوديه واحد الكاس في كاس العرب نعم وربح المغاربه واش بداو 12 وبابا ما كانش جوجا بيد بحال الشكل ديال مارادونا ديال مارادونا قبل من مارادونا ضربهم بيدي ما دام جا بلاصه لا ما ديدي نعم شريف قلت لك الوحيد اللي خد نمرة 10 بامتياز في المغرب 12 عام هو بابا ما قلت لي خد بحاله الله يرحمه الله يرحمه فضل النار الله يرحمه شكرا